بارمينيدس الإيلي. عاش بارمينيدس المولود في مستوطنة إيونيا من اليونان الكبرى فترة نهاية القرن السادس قبل الميلاد، تتلمذ على الشاعر والفيلسوف أكسانوفان الكوليني وعلى دروس أمينياس الفيثاغوري. اشتغل بارمينيدس في التشريع، وكان يدافع عن صحة تطبيق القوانين باعتبارها تمثل القواعد التي تنظم الحياة المجتمعية، ويرى أنها صورة المجتمعات البشرية التي تعيش في حمايتها أو تحت سلطتها التي تتصف بحق الإخضاع، ولقي ذلك تأييداً غالبية الناس على اختلاف انتماءاتهم، حتى إنه بقي ساري التطبيق بعد موته. بارمينيدس هو مؤسس ما عرف باسم المدرسة الإيلية، والذي قال إن العالم موجود واحد ذو طبيعة واحدة وهو ساكن، أي لا تطرأ الحركة فيه، وهذا ما يجعله مختلفاً عن الطبيعيين الذين قالوا بأن موجوداً واحداً هو الماء أو النار أو الهواء أو التراب، قد نتجت عنه الأشياء الأخرى بالحركة والتغير كالاجتماع والانفصال والتكاثف والتخلخل. وذكر أفلاطون أن بارمينيدس هو أول من نظم الشعر في الفلسفة، وعد أول ميتافيزيكي كبير في الغرب، لأن الكتابات التي وضعها حافلة بالتأملات في الوجود الطبيعي وفي وجود الإنسان، وتتساءل عن غرض المجتمعات البشرية ذات الأنظمة المختلفة وأغراضها المتباينة وعقائدها المتنوعة. ذهب دارسون مختصون إلى أن آراء بارمينيدس الدينية الطابع تلتقي مع بعض العقائد الأرفية التي تقول بوجود ربة للعدالة تسهر على إنصاف الناس والاقتصاص للمظلومين. ورأى آخرون أن منهجه القائم على الاستدلال حظي بتطبيق صحيح في بحثه عن حقيقة الوجود. يبدو من القصيدة التي ضمها كتاب بارمينيدس في الطبيعة أنه جعل هذا الكتاب قسمين، تحدث في الأول عن الحقيقة أي الفلسفة، وتحدث في الثاني عن الظن أي العلم الطبيعي. وهذا يعني أنه فرق بين نوعين من المعارف بحسب طبيعتها التكوينية. الأول معارف عقلية ثابتة وكاملة، والثاني معارف ظنية قائمة على المعلومات السائدة ومحصلة بالحواس. وحكم بارمينيدس أن الحقيقة الأولى التي يجب تصديقها هي أن الوجود موجود، ولا يمكن أن لا يكون موجوداً، وهو قديم بالضرورة، وأن الفكر قائم على هذا الوجود، ولولاه ما وجد. ورتب بارمينيدس على هذا أن اللاوجود لا يمكن إدراكه، فهو مستحيل لا يتحقق أبداً. وصرح
أن شكل الوجود الكامل غير المنقسم هو كرة مادية واحدة غير منقسمة، وأن ما يظهر من أفعال وحركات وتغيرات ليس سوى صور حسية لدى البشر متولدة من طبيعة الأعضاء الحسية لديهم ومحكومة بالتغيرات المادية المحيطة. مات بارمينيدس سنة 80 و400 قبل الميلاد. وقال الفيلسوف الألماني جورج هيجل عنه: مع بارمينيدس يبدأ التفلسف على سبيل التحديد في إنسان يتحرر من التمثلات كافة ومن الظنون جميعا وينكر عليها كل حقيقة ويعلن أن الضرورة وحدها تؤكد أن الوجود وحده هو الحق.